او غيره. لو كانت هي السكه الحديد القطار السريع كان زماننا بياخد له 200 جنيه تقريبا. انا عندي شركه بنصفيها، مش هنقول اسماء معلش. بياخدوا كله كده 2000 جنيه، شركه بتتصفى بقى. تتصفى. بياخد 2000 جنيه. جيت انقلهم من الشركه دي عشان يختبروا وياخد ما بين، لان هو قديم شويه. ياخد ما بين 5 ل 6 ل 7000 جنيه. تخيل المفاجاه ايه يا استاذ احمد؟ نعم. عمل ايه؟ عمل ايه؟ رفض. قال لي لا، انا يا ابني الشركه بتتصفى اصلا. انا هفضل في الحكومه يا ابني، الشركه خلاص انا هفضل في الحكومه. طب يا ابني خلاص الشركه بتتصفى. قال لي طب وديني السكه الحديد. ليه؟ هو خلاص موروث ثقافي، عايزين نفضل في الحكومه. لا، انا الاوان في اطار الجمهوريه الجديده والفكر الجديد والنهضه الجديده والنهضه الشامله والبلد تفوق وتجري شويه، ان كل الناس خلاص تتعود على النظام الجديد وتشتغل وتجتهد، وعلى قد ما تشتغل على قد ما تاخد. مين اللي هيعمل لنا كده؟ هو نظام الشركات والقطاع الخاص. التخرج في خلال مده قد ايه؟ سنه، اتنين، تلاته، في خلال قد ايه؟ التخرج من ايه؟ تخرج من هذه الشركات، ان انا بقول اتفضلوا دوروا واشتغلوا. احنا بقول لحضرتك انا قائد ما بين وزاره النقل. أيوة. عشان ابقى بتكلم على نفسي. النقل انا بدات بقول لحضرتك، انا عندي دلوقتي ار اي شغاله في الخط الثالث والال او الال ار تي، عندي اليستو متعاقده على المونوريل اللي لسه هيشتغل في اخر السنه دي. عندي هو ندود شبان بتتعاقد على القطار اللي هيشتغل في 24. ان شاء الله باذن الله. المواني عندي فعلا شركتين مضوا خلاص وانتهينا منهم. شركتين هيمضوا في خلال الشهر اللي جاي ده. احنا بنجري وتسارع في نهايه 24 يا استاذ احمد. أيوة. قولا واحدا، مش هيبقى عندنا حد عواطلي ولا حد قاعد ما بيشتغلش ولا لا لا لا، كله هيبقى شركات وكله هيبقى بيجري وكله مستثمرين. نهايه 24 ان شاء الله باذن الله. انا بتكلم على قطاعي، بتكلم على وزاره النقل. طيب قبل عشان ننتقل لنقطة أخرى.